عايز اقول للزملكاويه بس ما يزعلوش، في وفد من نادي الشباب السعودي يمكن خلال ساعات او خلال ايام بسيطه هيبقى موجود في القاهره. هو الراجل المدرب بتاعهم الراجل الانجليزي ده مش ممكن، الزهايمر ده مؤمن جدا بقدراته بتاع الشباب جيرارد، اعتقد الراجل ده شايف انه زيزو لعيب بالنسبه له مهم جدا، حتى في تراجع في نتائج فريق الشباب، وهو وحتى جاي له عرض تاني من نادي الاتفاق هناك، وفي وفد جاي والصفقه ممكن تضرب 10 مليون 8 مليون 9 مليون 10 مليون 11 مليون 12 مليون الله اعلم حسب شطاره الناس في الزمالك. هل الزمالك هيبيع الوفد اللي جاي ده؟ جاي بناء على يعني فتح كلام اتفتح، امال جاي ليه؟ معرفش. هل يعني شفت تصريح لحازم امام؟ كان له تصريح بيقول انه اذا زيزو هيحل مشاكل الزمالك الماليه مفيش مانع يمشي، حازم امام الصغير. قريت له تصريح كده الحقيقه، كنت شايفه على موقع مش فاكر. يعني هل الزمالك هيبص للموضوع كده؟ معرفش. بس هل زيزو ممكن يمشي والزمالك يجيب صفقه قويه جدا قصاده؟ معرفش. يعني هل ممكن تلاقي بن شرقي تلاقي معرفش. ازاي هيرسل زيزو لعيب كبير في الزمالك وعمود مهم جدا والزمالك بيبني، فتخيل انت بتشيل اهم عمود ده، زيزو ده مع فتوح يا دوب دول اللي ساندين البيت، لسه دول اللي ساندين البيت يا دول، والونش راجع يعني في الامال بتزيد اهي، فتقوم خابط زيزو. لازم يجي حد بقوه واسم كبير جدا ولعيب جامد جدا. بس هل ممكن الزمالك ياخد مبلغ ضخم فيقدر يجيب لعيب كبير ويكمل؟ ما اعرفش. هل الزمالك هيرفض مهما يقول الوفد ده السعودي عايزين زيزو؟ الزمالك هيرفض برضه؟ ما اعرفش. بس في وفد جاي خلال ايام زي ما عرفنا من مصادرنا. يعني مروان حمدي مهاجم النادي المصري طالب فسخ التعاقد بتاعه بشكل ودي، يعني قال لك انتوا بتتفاوضوا طالبين مبالغ كبيره جدا، المصري قال له اوكي شيك هاند الف سلامه يا باشا، هات 30 مليون جنيه ومع السلامه. المصري قال له كده، احنا متمسكين بالحصول على 30 مليون جنيه، احنا دافعين فيك فلوس كتير وانت خدت فلوس 30 مليون جنيه وامشي مفيش مشكله. نادي سيراميكا كليوباترا كمان لقى شكري محمد شكري محمد شكري محمد شكري محمد شكري، الناس كلها بتتكلم على محمد شكري وهم محتاجينه، بس قال لك ايه اوكي احنا فاتحين باب التفاوض مع اي نادي الزمالك عايزه اوكي، اي نادي عايزه اوكي، بس 50 مليون يا 50 مليون محمد شكري 50 مليون 50 كتير قوي بصراحه، ده فتوح ما ينفعش تقول 50، 50 مليون كان رقم الحقيقه ضخم جدا 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 جدا. في كلام انه ممكن محمد صبحي ما يجددش في الزمالك حارس المرمى، وانا مستغرب. محمد صبحي ده وتعرف افتكروا كلامي بعد 3 4 سنين هيبقى واحد من اهم حراس المرمى في مصر، افتكروا بس الكلمه دي بعد 3 4 سنين اذا ربنا احيانا فكروني بيها، واذا ربنا ما احياناش يبقوا يعني ايه تذكروا ان انا قلت هذا الكلام. ان محمد صبحي ده واحد هيبقى من اهم ممكن يكون مش مركز الشهور اللي فاتت، ممكن يكون كان عنده حواديت دماغه كانت مهويه شويه، كان محتاج يتظبط محتاج حد يحطه على التراك ممكن، بس هو مشروع حارس مرمى كبير، عشان كده فيتوريا مصر عليه. انا ما اعرفش ازاي الزمالك مش هيجدد له، ما اعرفش، انما في كلام انه مش هيجدد له الله اعلم، وان كابتن محمد عبد المنصف مرشح لعيبه حراس مرمى واحد يجي مكانه، في البلعوطي بتاع امبي، في بسام محمد بسام بتاع سيراميكا، وفي احمد ميهوب حارس مرمى بيراميدز. ما انت عندك صبحي، مش فاهم يعني ابني في حضني، ما اعرفش ما اعرفش. ده الكلام اللي بيجي لنا الحقيقه في الفتره دي. خلوني بقى اطلع فاصل سريع هنتابع بعض التقارير كده بسرعه وبعدين نستقبل. انا عايز اطلع فاصل بقى يعني بدعم المنتخب مصر يا شباب، يعني خلاص احنا بدانا اجواء كاس الامم وداعمين جدا لمنتخب مصر. هنشوف بقى بتقارير عن القائمه بتاعه فيتوريا والكلام اللي اتقال عليها، وسام ابو علي والصفقه المنتظره في الاهلي وصفقات يناير الانديه فرصه ليها تصحح اوضاعها، وبعد كده نستضيف هيكون معانا نجمنا كابتن سيد نجومنا كابتن سيد معوض محللنا وزميلنا العزيز الناقد الرياضي الأستاذ أحمد الخضري.